طيب ممتاز. أهلين، السلام عليكم. تقدم العافية. الله يحييك. شيخ حياكم الله جميعا، معكم أسامة في الرئيس الإقليمي لشبكة خريجي منتدى MITF، واليوم إن شاء الله معنا ضيف عزيز علينا إن شاء الله، ومن المشاريع الرائعة والرائدة التي شاركت في مسابقة MITF 2019-2020. فقبل ما نبدأ ننطلق بسم الله، إن شاء الله واضح عندكم السكرين الآن؟ واضح أمامكم؟ تمام. طيب بسم الله، سأتكلم ببساطة عن مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية. هو الفرع 28 من التي تكرس نفسها للترويج ودعم ريادة الأعمال على مستوى العالم. تم تأسيس هذا الفرع في السعودية عام 2015. المهمة MIT تقديم المعرفة والتواصل والتدريب لرواد الأعمال المحليين، مما يمكنهم من سرعة تحويل الأفكار المبدعة إلى شركات تغير من وجه العالم. وهي شبكة عالمية من المؤسسات المحلية تحت مظلة MIT والمنفتحة على العالم. رؤية MIT بناء عالم أفضل خلال الإسراع. ممكن معلش ميوت الآخرين عشان يكون الصوت واضح. يعطيكم العافية. بناء عالم أفضل من خلال الإسراع في عملية خلق وتنمية شركات تجارية واجتماعية ناجحة وذات مستوى عالمي. إيش هي المسارات هذه الموجودة عندنا في المسابقة؟ عندنا من 3 مسارات: مسار الريادة الاجتماعية، مسار الأفكار، مسار الشركات الناشئة، وحذكر تفاصيلها في السلايدات القادمة. أول شيء الجوائز. بالنسبة لمسار الأفكار، المركز الأول 25,000، المركز الثاني 15,000، والمركز الثالث 10,000. بينما مسار الشركات الناشئة نفس مسار الشركات الاجتماعية، المركز الأول 100,000، المركز الثاني 25,000، والمركز الثالث 15,000. فللأمانة هي فرصة لأي شخص عنده مشروع، هتساعده كثير هذه الجوائز إذا الله يسرها وتممها وكان أحد المراكز الثلاثة، إن تساعده في بداية مشروع وانطلاقة مشروع. هذه معايير ما راح أشرحها بالتفاصيل، أنصح إنه الجميع يأخذ سكرين شوت عليها، لكن بس مجرد على السريع انه جميع المسارات لازم يكون كل شركه تكون يضم اقل شيء عضوين. من الاشياء الاساسيه اللي مثلا تميز مسار الافكار، انك يعني ليس ضروري تكون الشركه مسجله او لديها سجل تجاري. نفس الشروط متنطبقه المعايير على مسار الشركات الناشئه، مسار الشركات الاجتماعيه، بس بالاضافه لمسار الشركات الاجتماعيه ان هذا المنتج او الخدمه صالحه تعالج مشكله اجتماعيه عبر نموذج يستهدف تحقيق الربح. وكل 3 المسارات هذه تكون في أي قطاع: صناعي، خدمي، تجاري، تكنولوجي أو رقمي. معايير التقديم، وهذا من الأشياء الأساسية لكل شخص يرغب في دخول هذه المسابقة، لأنه حتى أيضا تفيده أيضا أمام مقابلة لجنة التحكيم إذا تأهل من 45 فريق. الفريق دائما يكون تشكيل الفريق تأخذ حصة مهمة من العلامة الإجمالية، فليس ضروري انك مجرد شخص تعرف زميل لك تجي تضيفه فريقك، لا، لازم ضروري يكون كل شخص له مهامه الخاصه او شخص يقدم قيمه مضافه للفريق، فيكون دائما في تنوع بالفريق العمل. الابتكار، ضروري يكون الفكره جديده او تثبت قدرتها على ادخال تحسين ملحوظ لحل قائم او لعمليات احدى الشركات. الاستدامه الماليه من الاشياء الضروريه اللي تحتاجها شركتك تكون قائمه عليها، ومنها تنويع مصادر الدخل بالنسبه للشركه، فتكون بشكل واضح قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية وعلى المدى البعيد ضمن نموذج الأعمال الذي تقوم عليه. قابلية التوسع، حريص MIT أنه الشركات الناشئة ليس يكون محصورة على فقط السعودية بل الشرق الأوسط والعالم إن شاء الله. الأثر الاجتماعي، هذا فقط لمسار الشركات الاجتماعية، بحيث أنه لجنة التحكيم لأي مشروع ضمن مسار الشركات الاجتماعية لازم يشوفون مدى تأثير مشروعكم بشكل إيجابي على المجتمع. ايش تقدم MIT للمشاركين في هذه المسابقه؟ ورشات العمل من سبتمبر لديسمبر زي الجلسه التعريفيه اللي احنا نقدمها الان، البرامج التدريبيه من يناير فبراير للمشاركين او ال 45 المتاهل من الشركات المقبوله في MIT في 3 المسارات. مسرعه المنتدى حتكون من يناير فبراير، والمؤتمر الختامي حيكون 6 مارس 2021. مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية تقدم كثير من التعاونات والشركات، حتى من الشركات الستارت اب او الشركات الناشئة. هناك دعم تمويل مثل الجوائز اللي ذكرتها.
بدون أي فوائد. التوجيه والإرشاد موجه عندنا تطبيق مشورة، أنصح الجميع أن يستخدمه حتى لو أنه ما فكر يشارك في المسابقة، لأن هذا التطبيق مشورة حيأهلك أو مؤهلك يوصلك إلى أشخاص متمكنين في مجالهم، في التسويق، في البزنس، في الإدارة المالية، في العلاقات القانونية. فأنصح الجميع ينزل تطبيق مشورة. العلاقات ما تتصور قديش بعد المشاركة في هذه المسابقة هتكون لك علاقات توصل للناس، يمكن قبل كذا صعب توصل لهم، الآن سهل توصل لهم. التعليم، تعليم من ناحية المعسكر، المسابقات، الجوائز اللي ذكرتها، وال 45 فريق المتأهل، مؤتمر ستارت سمارت السنوي. فالواحد يسأل نفسه ليش يشارك؟ أول شيء تمويل بدون فوائد، الجوائز اللي ذكرتها في قبل كم سلايد. التدريب على يد خبراء، السنة اللي راحت كان في جامعة الملك عبد الله الاقتصادية، فكان تدريب جدا مكثف ومفيد لكل من شارك في هذه المسابقة. فرصة للتواصل ومقابلة المستثمرين، وهذه بعد شوية يشاركهم أخوي محمد، حيشوف كيف أنه التواصل صار أسهل مقارنة بما سبق. ومعسكر تدريبي مدة 5 أيام. الجدول الزمني للمنافسة، 15 سبتمبر بدأ التقديم الإلكتروني للمسابقة، 30 سبتمبر إلى 21 ديسمبر زيارات الجامعات والمعاهد والمراكز لترويج المسابقة، مثل هذا الآن جامعة الملك عبد العزيز. 10 ديسمبر الموعد النهائي للتقديم، 30 ديسمبر الإعلان عن 45 متأهل لنصف النهائي. ال 45 حيقسم 15 لكل مسار، ومن كل مسار حيتأهل 15 فريق متأهل من المتقدمين. من 1 إلى 3 مارش حيكون منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة. 4 مارش حيكون الإعلان عن 27 متأهل للنصف النهائي، و 6 مارش حيكون مؤتمر ستارت سمارت السعودي والإعلان عن الفائزين الثلاثة. من كل مسار حيكون 9 فائزين، فكل مسار له 3 فائزين. بس قبل ما نروح للأخوي محمد، بس أوريكم على السريع كيف تسجلوا في المسابقة هذه مباشرة. إذا دخلتوا على mitf.org هتجيكم الصفحة الرئيسية، مباشرة تروح وسجل الآن، ظهر أمامكم إن شاء الله الويب سايت، تختار اللغة العربية التي تفضلها، تختار المسار اللي أنت هتنضم له، مسار الشركات الناشئة، مسار الأفكار، مسار الريادة الاجتماعية. فمثلا مسار الشركات الناشئة لازم يكون لك سجل حساب في الموقع، فأنا سجلت حساب عشان أكون جاهز لهذا الجلسة التعريفية. مباشرة من يوم ما تدخل هنا عندك هذه الأشياء والأسئلة العامة اللي تحتاج تسجلها. وميزة أخرى في التسجيل في هذا التطبيق إنك أنت تقدر تعبيه على مدار أيام، فهنا مباشرة مجرد إنك تعبيها توصل للأخير هنا، وتقدر حفظ ومتابعة في وقت لاحق. فأنصح الجميع إنه يطلع عليها، واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار مستقبلاً بعد ما حاول يعبيها، أعتقد إنه شبكة خريجين منتدى MITF موجودين في كل مناطق المملكة، ويسعدنا أن نساعدكم في أي شيء نقدر نقدم لكم. والآن أترككم مع أخوي محمد، أحد المشاركين في سنة 2019-2020، تطبيق من أفضل التطبيقات والأفكار الرائدة. أتمنى الآن يأخذ الميكروفون ويتكلم. تفضل أخوي محمد. أهلين أهلين أسامة، أهلين جميعاً، كيف حالكم؟ أولاً أحب أشكركم على الاستضافة الجميلة، يعني وأشكر MIT على يعني الجلسة هذه، وإن شاء الله نكون نقدر نفيدكم بأكثر ما نقدر. يعني أنا اسمي محمد خاشقجي، أنا الرئيس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أو تطبيق إيجارو. شركتنا أو التطبيق أو الأول من نوعه في المملكة، إحنا أول شركة مرخصة لمشاركة المركبات بين الأفراد. الفكرة بسيطة جدا، شبيهة لفكرة Airbnb ولكن للسيارات. أسسنا الشركة في سنة 2019، مايو 2019، ويعني كانت جيرني أو كانت يعني مرحلة جميلة خلال السنة والكم شهر اللي فاتت، يعني من يوم ما أسسنا الشركة. تقريباً 13 سنة اللي فاتت أنا عايش، كنت في لندن، دراستي كانت في لندن، أول كذا شركة أسستها كانت في لندن. فرجعت ونقلت من لندن إلى السعودية تحديداً عشان
يعني أنا أسس إيجاره من فكرة شبيهة شفتها في لندن، ولكن يعني جينا نطبقها هنا بطريقة أفضل وأحسن إن شاء الله. فإحنا بدينا زي ما قلت في 2019 في مايو، من يوم ما بدينا أطلقنا يعني الفترة التجريبية حقتنا في التطبيق في ديسمبر 2019 السنة اللي فاتت، يعني تقريبا سنة بالضبط من كم يوم يعني من دحين. والطريقة اللي دخلنا فيها السوق كانت بطريقة حلوة، يعني كان بدعم عالي من معالي المستشار تركي آل الشيخ تحديدا في موسم الرياض، واللي احنا كنا يعني مشاركين فيها كرعاة، ودتنا الفرصة انه احنا يعني نجرب الفكرة بطريقة يعني مباشرة مع اليوزرز عشان ناخذ الفيدباك اللي احنا كنا نحتاجه في فترتنا التجريبية هذه عشان نعدل في الاب ويعني وي انهانس از ماتش از بوسيبل. فدخلنا في مسابقة MIT السنة اللي فاتت، كان صراحة تجربة جميلة جدا من احسن التجارب اللي كانت هنا موجودة، يعني شخصيا انا جربتها في السعودية او من المنصات الحلوة يعني اللي جربناها في السعودية، تحديدا عشان الخبرة اللي هم يجيبوها واللي عندهم هي من المدربين والمنتورز اللي موجودين عندهم، واختلاف طبعا الشركات والافكار اللي موجوده كان شيء حلو ومبادره مره جميله يعني شفناها هنا في السعوديه. وبس فاحنا باذن الله باقينا تقريبا يعني الى اخر الشهر هذا او بدايه الشهر الجاي عشان وي لونش او نطلق اللي هو الفول فيرجن حق الاب او الابلكيشن تطبيق حقنا باذن الله بعد سنه وكذا شهر يعني من شغل ويعني فيكسينج بروبلمز وسولوشنز في البروسيس هذا اللي احنا سويناه، لانه بروسيس جديد وفكره جديده، ففي يعني تحديات واجهناها خلال الجيرني حقنا، ولكن الحمد لله تقريبا 90% مخلصينها، وباقي هذه اخر 10% انا معطيها لاخر السنه باذن الله عشان نكون وير وي وانت تو بي. ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافيه وللامانه كثير يعني احييك على هذا. الله يسعدك. ودنا ممكن الخاصة يعني من ناحية إيش استفدت من المسابقة؟ مجرد إنك شاركت الآن المسابقة أو فاينلز ولا أخذت المرحلة؟ معليش أخوي أسامة شوية صوتك. شفت المرحلة الفاينلز ولا أخذت أحد؟ وصلنا للسيمي فاينلز. Unfortunately for us, we did not go or win the finals. ولكن ما شاء الله كان في شركات يعني تستحق الفوز، وكان يعني في شركات كثيرة كانت موجودة في الفترة اللي احنا كنا فيها يعني حلوة وأفكار جميلة والشباب يعني بأفكار جدا رائعة. والحلو في البلاتفورم والمسابقة حقت MIT غير المنتورشيب والخبرة، كمان المستثمرين اللي قابلناهم خلال يعني المسابقة نفسها وفي المؤتمر حق اللي هو Start Smart في مدينة الملك عبدالله. We had definitely a few interested parties يعني which لغاية يومك هذا احنا بنتواصل معهم ونتكلم معهم ومهتمين جدا يعني في فكرتنا ومستنين بس انه احنا نطلق بشكل يعني live in the full version اللي قلت لكم عليه ان شاء الله خلال الشهرين القادمين. ما شاء الله تبارك الله. بالنسبة للمعسكر اخوي محمد، المعسكر كان مكثف، اضافت شيء لنموذج العمل التجاري او حقكم؟ اكيد طبعا، من الاشياء اتوقع يعني على حسب زي ما قلت المسارات اللي هي موجوده، بس ديفينتلي 100% اللي احتاجها الاشياء اللي يحتاجها الرائد الاعمال اللي في البدايه جدا او البيجنرز يعطيهم اللي هي الفاونديشن الاساسات الصحيحه عشان يكمل بطريقه صحيحه. فديفينتلي كانت حاجه حلوه يعني، واي انصح بها جدا. انا ريلي ريكومند جوينينج ذا كومبيتيشن. انا اعتقد ايضا المشاركين معاكم في التجربه اللي تمت لي ولك وللجميع جدا مثريه، اعتقد استفدنا كثير. ما حد يتصور المعلومات وكميه العلاقات مع نفسك. صح
الموضوع مو سهل كان لنا بالنسبه لنا نفسيا، ولكن حتى الصعوبات اللي نواجهها الان جزء من 100% 100%. بالنسبه وهذه للربع. وهذا يعني هذا من جزء من من الجيرني حق الانتربرنور يعني. طيب الواحد بيواجه صعوبات وبيواجه مشاكل، ولكن الشخص لازم الفكره هنا انه الواحد ليش سموه انتربرنور وليش رائد اعمال؟ عشان انك يو ار سولفينج ا بروبلم اند فايندينج سولوشنز تو ا سيرتن بروبلم. احنا بالنسبه لنا يعني لو اعدد لك المشاكل والصعوبات اللي واجهناها كثيره، لانه احنا يعني في كذا كذا شيء يعني اضطرينا انه احنا نصلحها قبل ما نقدر انه حتى نتسوق بطريقه احسن يعني، عشان اليوزر اكسبيرينس في النهايه، وعشان يعني الموضوع يكون بكل سهوله وسلاسه. في مرحله جدا يعني صعبه مرينا فيها من ناحيه التامين، ومن ناحيه الربط الحكومي، ومن ناحيه التراخيص من هيئه النقل والدعم الحكومي. صراحه كله الحمد لله يا رب لك الحمد يعني، بالذات في ايامنا هذه في السعوديه عندنا دعم جميل وكبير جدا من الجهات هذه، واجيليتي وفلكسبيليتي يعني يبغوا الشباب يبغوا الافكار. بالعكس لو عندك فكره ما في يعني من الناحيه هذه الواحد ما يخاف. ومن حتى ناحيه التمويل وفي الدعم من التمويل من سواء كانت من مبادرات ومسابقات زي MIT او غيرها، الدعم موجود. فهذا ما في شيء يوقف الشخص انه يقدر يبدا في اي فكره في ايامنا هذه. جميل. هل يعتبر يعني ترى من MIT التسويق جدا عالي معليش اسامه حقيقي ما اسمع معليش التسويق بالنسبه لايجاره، تشعر انه ايضا منتدى MIT غير موسم الرياض من الاشياء اللي زادت قوه في التسويق؟ 100% ايوه طبعا طبعا. يعني كونك في هذا في يعني المجتمع نفسه الايكو سيستم هذا يعني اوريدي السيركل هذا مو يعني MIT الكومبيتيشن وكذا كذا شيء غيرها في نفس الدائره هذه اللي هي الايكو سيستم حق الستارت ابس في السعوديه. فانت يعني في المكان الصحيح وحتقابل الناس الصحيحه، الناس اللي تحتاج تقابلها في هذا العالم 100%. صحيح. يعني وللمعلوميه للجميع يعني الفائزين المراكز الثلاثه الاولى في كل المسارات لهم مشاركه ايضا ينافسون للسيمي فاينل العرب ومسابقه العرب. هذا لهم ايضا وايد نتورك وعلاقات اكبر ايضا مع تواصل مع شركات كبيره احيانا تكون في المشاريع. ايضا لهم متابعه خاصه من MIT، وزي ما اشوف اخوي محمد وانا لسنا فائزين المرحله الاولى، ولكن MIT تواصل معنا حريصه على علاقات مشاريع المشاركه، حيكون في نتورك دائما مستمر. فانا اعتقد انه فرصه للجميع، واذا تأيدني محمد ما هي فرصه للجميع المشاركه حقيقه. ايه لا حقيقه انه خذ الفرصه هذه، لانه حقيقه ما حتندم يعني. الواحد ما حيندم. You have nothing to lose, you have everything to gain actually from the competition. So on networks, so on experience, so on mentorship, علاقات حتى الأصدقاء يعني فاهم. تعرفنا على أشخاص يعني رائعين خلال المسابقة وأفكار جميلة. فبالعكس يعني كل شيء إيجابي. صحيح اتفق معك. أخترابعة نبدأ الأسئلة الآن ولا استفسارات؟ أي أحد عنده سؤال من الحاضرين؟ اللي عنده سؤال يقدر يكتب في الشاتنج أو يتكلم مباشرة. وللمعلومية يعني أسامة بالنسبة لهم مشارك سابق في MIT، مجرد أنه متطوع الآن ويحب يشارك التجربة الجميلة اللي عشناها سابقا، ولو مو حريص على هذا الجانب دينا لا ما تشوفونه أمامكم. فرصة جدا رائعة. وأخوي محمد ما فكر ممكن يتطوع لأنه ما رأى الفائدة الحقيقية المقدمة لهذه المسابقة. فضروري نستوعب هذه النقطة، لأنه هذا الشيء ترى ما نأخذ عليه مال،
بينما احنا برغبة منا نقدمها لكم، بحيث انه ان شاء الله مثل ما استفدنا انتم تستفيدوا. فلو اي احد عنده اسئلة او اي استفسار او اي شيء، بالعكس احنا يعني we're open for any questions. انتظر دقيقة نشوف اذا في احد عنده سؤال. والله استاذ روعة رايح، انتظر الاسئلة روعة. ايوه سو في الشات عندنا ماشي رفال، thank you very much, that was inspirational. You're most welcome. الله يعطيك العافية. بالعكس احنا we hope to inspire and give as much knowledge as possible and as much as feedback as we can, لأنه حقيقة it was a great platform, and I highly recommend whoever is thinking of joining it to definitely give it a shot. No, you have nothing to lose. أي استفسار على المسابقة؟ اللي عنده أفكار مثلاً حاب مثلاً يطورها، ممكن فرصة له في مسار الأفكار. في أشياء ممكن إحنا الآن نفيدكم فيها، حتى بعد الجلسة التعريفية هذه ممكن تقدر تتواصل عن طريقها. فاللي عنده سؤال خاصة مجرد فكرة عنده. طيب محمد، بس السؤال الأخير كده السريع، لأنه الإشكالية فيها إحنا بالصعوبات، وهذا جزء من ريادة الأعمال والرحلة. الرجاء إغلاق المايك. أيوة معليش أخوي محمد، لأنه نفس الصعوبات اللي بتتكلم في المشاريع عامة ورواد الأعمال جزء. قول لي إيش عامة أكبر نقطة تواجهكم من إشكالية ليس فقط الأوبريشن كفريق عمل مثلا؟ هل في مثلا نصيحة تقدمها كيف الواحد يصنع نفسه فريق عمل ناجح؟ أخوي سامة معليش صوتك قطع، ما سمعت سؤالك كويس. طيب عندك نصيحة كيف تصنع فريق عمل ناجح خاصة من الشركاء؟ من الشركاء يعني اوكي الواحد يعني انا شخصيا بالنسبه لي انا التيم اللي كان يعني بالنسبه لي اللي هو ناجح اللي هو اللي ماشي على كلتشر معين وماشي على فكره معينه انهم كعيله واحده مبنيه على اسس معينه على الثقه وعلى الاكاونتابيليتي الباشن. الواحد يعني لازم يكون حقيقه انفستد في الشركه ويعني اللي هو ماشي معك وياخذ الجيرني او الطريق معك الى اخر الطريق، فاهم علي؟ احنا عندنا هنا في السعوديه كمان شويه عندنا لاك او نقص في الناحيه التقنيه او الموهبه التقنيه يعني. فهذه من الاشياء اللي احنا دائما طبعا بنطلع انه to look for to hire talent هذا to look to always additions to our team من هذه الناحية يعني. والديناميك طبعا يكون مختلف، حب التنوع في الشراكة حلوة، لأنه السكيل سيت اللي يكون عند الواحد when there is one or two or three partners with different skill set، هذا شيء يعني بيجي فائدة كبيرة طبعا في المراحل القادمة قدام، وفائدة يعني فيها فائدة عالية يعني. فهذه أنصح إنه الواحد لما يجي يفكر ينشأ شركة أو يبدأ شركة إنه يشوف المواهب المتنوعة اللي تكون عنده في الفريق، عشان طبعاً الكوستس اللي ممكن يكون على الشخص في البداية يعني هذه الأشياء ممكن تتشال عن الشركة بالشغل الشخصي اللي يقدر يتحط من الشريك اللي دخل في الشركة. صحيح أوافق، يعطيك العافية والله محمد. الله يعافيك. بالنسبة إذا ما في أسئلة أستاذ روى، أعتقد نقدر ننهي الاجتماع. رايك؟ ايوه اكيد. طيب يعطيك العافية اخوي محمد، شرفتنا وسعيد بشوفتك، وانا اعتقد ان شاء الله شكرا على الاستضافة الجميلة، ويعطيكم الف عافية. وزي ما تفضلت وقلت اول، اذا الشباب والبنات عندهم اي اسئلة، اي يحتاجوا اي مساعدة في شيء، احنا موجودين
وMIT برضو موجودين لمساعدتكم، والله يوفق الجميع إن شاء الله. ما تقصر، يعطيك العافية وشكرا لكم جميعا إن شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا، السلام عليكم، مع السلامة.